ليك مستقبل في الشغل مختلف ان شاء الله، وان انت يعني هتعملي حاجه قدام كبيره جدا. انت يعني من الناس اللي بتطور نفسها بسرعه وبتبراكتس كتير وبتجوين في حاجات كتير، وناس اللي بتعمل ايديت كتير يعني. فدي دي حاجه كويسه. انت من الناس شهادة اللي أعتز بيها والله، ايه؟ شهادة أعتز بيها جدا 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 والله، فشكرا قوي ليك. والله لا تسلمي، وانتي والله من الناس ما شاء الله عليها يعني. ميرسي جدا. أنا طيب حابة إن أنا أقول بس حاجة، هو مش سؤال. أولا أنا حابة برضو إن أنا أشكرك جدا جدا جدا، لأن أكيد أنت عارف الوقت اللي كنت فيه مدير عليا كان وقت عامل إزاي في الشركة عندنا، وكان وقت صعب يعني. بس من أكتر الحاجات اللي أبهرتني فعلا هي إدارتك لمختلف الشخصيات، لكل واحد حسب إيه هي أكتر حتة هو شاطر فيها وهيعمل اللي أنت عايزه إزاي. فدي بصراحة من أول الحاجات اللي كانت فرقة جدا معايا، ان كل حد فينا كان شاطر في حتة معينة او ليه طبيعة شخصية معينة، فكنت عارف ازاي تريد ده، فده فرق معانا كلنا اصلا كتيم. تاني حاجة هي حتة اني انا كنت عارفة التيم بتاعي كله بيعمل ايه وكل واحد شغال ازاي، فانا لو عايزة اي داتا او اي معلومة من اي حد انا مش لازم اصلا اجري وراه، انا شايفة شغله كله قدامي، انا هعرف ارجع فهوفر في الوقت، هخلص وهنجز اكتر. فدي كانت من اكتر الحاجات الكويسة جدا اللي كنت عاملها في التيم بتاعنا. دي حقيقة فعلا والله. شباب تسلم والله يعني. انا بس يعني دي حاجه اعتز بيها والله. انتم الناس المجتهده والناس اللي ان شاء الله ليها مستقبل باذن الله مختلف، وليهم ان شاء الله نوليدج وحاجه ان شاء الله حاجه مشرفه يعني باذن الله. وقابلكم في يوم تاني انتم من الناس، وبعدين احنا لسه شغالين مع بعض يعني ان شاء الله في ما بيننا حاجة كتير بإذن الله يعني. ربنا ييسر إن شاء الله يوم الثلاث. ده أكيد بإذن الله أوكي بإذن الله. طيب، ممكن تفيدوا برضو الناس اللي معانا يعني بما إنكم في بوزيشنز مختلفة أو مسؤولين عن كل حد منكم، خلينا نستغلكم كل حد منكم في حتة مختلفة. مريم أنت في حتة الكونتنت، وسام في حتة الداتا أناليتكس. فتقدروا يعني ندسكاس كده مع بعض، قدمت من وجهة نظر المدير والإدارة والأمور دي كلها. هنا نتكلم من وجهة نظر الناس بقى اللي بتشتغل نفسها، إزاي إن أنا أستفيد من الإدارة، أستفيد من الشغل اللي أنا بعمله، حتة الدوكيومنتيشن يا مريم، الأمور دي بقى. ما بلاش انا والإيديت الإيديت الإيديت هي دوكيومنتد، اخبارها ايه؟ كل الإيديتس بتاعتي دوكيومنتد. يعني خلينا حته الدوكيومنتيشن دي، ويعني يعني ممكن تفيدوا الناس بقى، تقول لهم احنا ايه الحاجات اللي ممكن يخلي بالهم منها، ما يقعوش فيها، ينفذوها بشكل كويس وهكذا يعني. يعني طيب دي هتبقى تمام، انا ممكن اقول بناء على تجربتي. انا قبل ما اشتغل معاك كنت فريلانسر، فكان البروجكت ممكن ياخد مني اسبوع او اكتر، يعني ده الطبيعي. فانا لما دخلت معاك الشغل والشغل بقى دوكيومنتيشن، وان احنا بنتعامل باكسل، وبعد كده الشغل ابتدى يتطور وبقينا نشتغل بالايميل وكده، لا يعني البروجكت اللي هو المفروض بيخلص معايا في اسبوع، لا هو ده مش الطبيعي بتاعه، مش النورمال، والمفروض ان الشغل ده بيخلص في يوم ويمكن اقل. فده بصراحة اللي فادني جدا في حتة الدوكيومنتيشن، وان انا بقيت قادرة اشوف يعني المجهود اللي انا بعمله فعلا. يعني الاول انا كنت مثلا ممكن اخد اسبوع، ده متوزع مثلا على 12 بوست او استراتيجي او ان كان، فلا كان بياخد مني وقت كتير جدا، كان بيطلع انتاجيه كويسه، ولكن لا وقت كتير.
انما لما بيبقى الحاجه قدامك documentation وشايف انت بتخلص ايه في وقت قد ايه والساعه بتاخد منك شغل قد ايه، لا ده انت يعني بتتطور كتير قوي، بتعمل حاجات كتير قوي، بتنجز كتير قوي. فالوقت اللي اشتغلته معاك بصراحه خلاني اتطور وكمان انجز حاجات كتيره جدا. يعني كون ان انا اخلص كتابه ويب سايتس كبيره جدا وكتيره جدا في حوالي مش عارفه 3 شهور او حاجه كده، فلا ده كان بالنسبه لي انجاز. 12 ويب سايت. 12 ويب سايت 12 فكانوا كتير جدا، ويعني الحمد لله عملت فيهم كواليتي كويسه. ف يعني حلو جدا ان احنا نخلي كل حاجه ديكومنتد عشان تفرق في الانتاجيه وبتفرق كمان في التطور. يعني انا لو ما كنتش اعرف ان انا خلصت الرقم ده في 3 شهور، لا انا ما كنتش، يعني بالنسبه لي ما كانش هيكون عندي فيجن للي جاي. يعني انا دلوقتي بقى عندي فيجن اكبر، ازاي هستغل الحاجات دي بعد كده او هعمل ايه بعد كده. فبس وكمان حتة انك تدير ناس معاك، بص هو عامة مش شرط عشان حضرتك مدير فاحنا كمان مش مديرين، لا احنا كل واحد يعتبر مدير صغير في مكانه، لان احنا بنهندل ناس تانية معانا عشان نطلع الشغل متكامل. يعني هو بروسس، وانت لازم ايا كان وظيفتك ايه انت لازم تدير، لازم تعرف تدير ازاي، وهتتعامل مع ناس لازم تعرف تديرهم. فتعلمت البوينت دي منك بصراحة، انك ازاي بتقدر انك تتعامل يعني مع التيم، بتقدر تحركه وفي نفس الوقت بتدفع الناس ان هي زي الترس كده. انا احرك مثلا حد مع ديزاين، او احرك حد وحد مثلا ورايا يحركني، فانا احرك اللي بعدي واللي بعدي يحرك اللي بعده، وهكذا لحد ما البروسيس تكمل ونطلع حاجة يعني كويسة as a quality وكويسة انتاجيا وكده. فدول البوينتس بصراحة اللي أنا اتعلمتهم، ويمكن في حاجات كتيرة جدا اتعلمتها بصراحة، بس دول اللي أثروا فيا جامد يعني. بس اوكي تمام، فاحنا هنقول ان احنا نخلي بالنا حته الدوكيومنتيشن مهمه جدا جدا جدا، وكمان الجزء بتاع الجزء بتاع ان احنا نفولو اب ونعمل حتى بروسس لو عشان موظف، يعني حتى لو انت موظف في بوزيشن صغير، لا انت بتدير حاجات تانية، مش شرط تدير بني ادمين بالمعنى الحرفي او موظفين تانيين معاك، ولكن بتدير وقتك، بتدير اي حاجة، يعني بتدير التاسك نفسه. فلازم تتعلم حتة الادارة سواء تاسك او وقت او ناس، فدول 3 بوينت لازم تتعلم ادارتهم. بس اوكي ده كويس جدا جدا. كمان خلينا برضو نقول الحته اللي ليها علاقه بالمسؤوليه. ان انا فاكره كنا بنقعد ممكن وقت اطول عشان احنا عارفين ان احنا عندنا مسؤوليه، ما كانش حد بيبقى مطالب بده، ما كانش حد بيبقى هو المفروض مطلوب منه ده، بس احنا عشان الكوميونتي بتاعتنا احنا قاعدين مبسوطين، ما نحسش بالوقت، الدنيا بالنسبه لنا مبسوطه. حته كمان الليرنينج كانت يعني برضه من الحاجات الكويسه جدا. أكيد. يعني انت كنت من الناس المسؤوله على الليرنينج فيز، وتعملي البلان بتاعتها، واحنا المفروض محتاجين ايه ونبني ايه. فدي برضو كانت من الحاجات اللي انت بصراحه اجدت فيها، وكانت من الحاجات الكويسه يعني. حتة الليرنينج برضو بتوسع جدا الرؤية بتاعت الإنسان، أو رؤية خلينا نقول الموظف. يعني مثلا لما أقعد مع باقي التيم وأتناقش في حاجة أو موضوع عام مثلا عشان نوسع الفيجن بتاعتنا، ليك ثقافات مختلفة وأفكار مختلفة تماما، فأنت بالتالي بتتعمق في السيكولوجي بتاعت الناس، فبتقدر كونتنت يتناسب مع ناس كتيرة، أو بتقدر إنك تستفاد في حياتك في حتة تانية. فلازم يكون في ليرنينج في أي شركة عامة، لأنك بتوسع جدا الفيجن اللي موجودة. بالظبط.
عايز جدا. طيب مين تاني معانا من الناس؟ السلام وسام. عليكم. اه في وسيم. حد؟ ايوه انا رويده. رويدة، ازيك؟ هلا، اهلا وسهلا استاذه، حضرتك ازيك؟ ان شاء الله يا الحمد رب كل لله حاجه تمام. يا رب كله تمام. تمام. عندي طبعا اولا متشكره جدا للمحاضره القيمه دي. ثانيا، هي ملاحظه صغيره، يا ليت حضرتك لما تنوه لمحاضره بس تكتب التوقيت، يعني دي كانت في توقيت مصر تمام، فانا اوكي كنت فاتحه قبل 3 ساعات، عاوزه بس اعرف هي بتوقيت اي دوله. اوكي تمام. انا برضو تمام هكتب لك تمام، مفيش اي مشكله. وممكن تبعتي لاي حد من الناس مسج، هو هيقول لك التوقيت ايه، بس احنا هنبعت ده وهنكتبه. تمام تمام جدا. متشكرة جدا. عندي كذا سؤال. الأول، هو أنا ممكن أعمل الإدارة بتاعتي زي الشيت، الإكسل شيت بتاع حضرتك ده، ولا سي آر إم، ولا أيهما أفضل وأدق؟ بص، هو الافضل والادق السي ار ام، تمام، تمام لكن لازم يكون سي ار ام كويس، او سي ار ام هو من العيار الثقيل، يقدر يتعمل له كستمايزيشن على حسب الاداره بتاعتك. وقبل السي ار ام ممكن تشتغلي بشيت اكسل، بحيث ان انت تقدري تعملي اديت واديت كتير من غير اي فلوس، من غير اي حاجه، لحد ما توصلي لافضل تشكيله او افضل بيرفورمانس انت قادره تمشي عليها وتمشي عليها التيم وتمشي عليها الشغل. بعد ما تظبطيه ده كله على الاكسل، تشوفي سي ار ام يكون كويس، تقول انا محتاجه انفذ الشيت الاكسل ده على السي ار ام ده، او على السي ار ام بتاعك، ايا كان بقى الشركه، او ايا كان الوضع ايه يعني، او ايا كان المكان اللي هيعمل لحضرتك السي ار ام يعني. تمام حضرتك ممكن احصل على الفورمه بتاع حضرتك دي الاكسل؟ ممكن ان شاء الله هتنزل على الصفحه، واحنا هنرسلها برضو لحضرتك. تمام متشكره جدا. السؤال التالي، انا دلوقتي في عندي كذا موظف، كل واحد مختص سبيشالست بتخصص معين، مثلا واحد اس اي او وواحد مصمم. انا مش كل حاجه طبعا عارفاها، بالذات موضوع التصميم، مش عارفه ازاي ممكن يعمل اديت لصوره هي مش بي اس دي مثلا، فما عنديش فكره واضحه عن شغله. هل في مثلا حضرتك في الماركتنج بحد ذاته في مكان معين بيدي المعلومه مختصره ومركزه؟ يعني انا لما في حاجة بتقدمها ماركتنج منتور اسمها انديفيدوال. الانديفيدوال ده بيكون كستمايزيشن، الحاجات اللي انت محتاجة تعرفيها بشكل محدد، بناء عليها بتترتب في تيبل، وبتاخد الحاجات دي وبنفولو اب كمان معاك عليها، وانت بتنفذيها مع التيم. يعني انت والله انا محتاج اعرف المين بوينت دي، تمام، ولما تيجي تنفذيها مع التيم نقول لك لازم تاخدي قرار هنا، او تقولي ده هنا او هنا. ممكن تتواصلي معاهم وهم هينسقوا لك كل الكلام ده بطريقة مبسطة جدا. ما فهمتش والله، هو ده ويب سايت ولا ايه بالظبط؟ لا، ده الشركة عندي، الشركة عندي. أنا ممكن أبعت لك الرقم، مثلا الموبايل، تمام على واتساب، ممكن تتواصلي معاهم وهم هينسقوا لك كل حاجة. ممتنة جدا لحضرتك والله، يا ريت. تمام، أنا أرسلت الرقم أهو، وهم هينسقوا معاك كل حاجة. متشكرة جدا لحضرتك. في حسب ما فهمت في التشاتنج هنا في الاجتماع انه في جروب، يا ريت لو في جروب انه اقدر اضاف الجروب ده. اوكي، ممكن برضو تساليهم، تسالي برضو الرقم اللي بعته لك على الواتساب، اللي هو انا عايز اضاف في جروب الواتساب والفيسبوك، هم هيبعتوا لك اللينكات. بصي، والرقم ده هيعمل كل اللي عايزاه. تمام متشكرة جدا حضرتك. اوكي، عفوا. تمام، الورقة والقلم اللي حضرتك نوهت عليه، هو ده يعني عشان نكتب ملاحظاتنا مثلا، ولا انا ادخل الملاحظات فورا على الاكسل؟ لا، علشان تكتبي ملاحظاتك واحنا بنتكلم دلوقتي. تمام، بيكون اسرع بالاعتيادي يعني. بالظبط. تمام متشكرة جدا جدا استاذ محمد. محمد، السؤال الاخير، هو في ميتنج زي ده كل جمعة؟ كل جمعة الساعة 10 عشان رمضان، 10 بتوقيت مصر عشان رمضان، لكن في العادي هو كل جمعة الساعة 9. تمام ان شاء الله تعالى. متشكرة جدا جدا المحاضرة اللطيفة والغنية دي يا استاذ. عفوا. اهلا وسهلا، مع السلامة. مع السلامة. طيب، مين تاني معانا من الناس؟ معانا تقريبا نورهان، صح؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه الو، الو، معاك سؤال؟ ايوه، سامعك، ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله كويس، حضرتك؟ تمام والله، كله فل. بتعمل ايه؟ الحمد لله كويس. كنت بس عندي سؤال، بس ان انا التيم بتاعي كله اونلاين، مفيش حد منه في محافظتي او في مكان اللي انا فيه،
اوكي فموضوع الإدارة، الموضوع الإدارة تبع التيم الأونلاين ده بيبقى ماشي إزاي بالظبط؟ نفس السيتويشن، امشي بنفس السيتويشن اللي احنا بنمشي بيه، نفس اللي احنا شرحناه النهارده، امشي بيه اونلاين وتابع واعمل فولو اب. لو انت مشيت بنفس السيتويشن اللي احنا اتكلمنا عليه ده النهارده، هتقدر ان انت تفولو اب مع التيم. امشي بالدوكيومنتيشن زي ما كنا بنقول، وامشي بالتاسكس، وان انت تقسم ده بديدلاينز وهكذا. كمان حاول دايما تعمل لهم ميتنج ثابت، وفي الميتنج ده تعمل حاجه اسمها مينتس اوف ميتنج. في المينتس اوف ميتنج دي اللي هو ايه، انت بتعمل نقط معينه تكون بتثبت فيها النقط اللي انت المفروض تمشي عليها. يعني انا المفروض امشي على ايه، والنقط اللي انا المفروض احطها وهكذا. بتعمل مثلا حاجه زي كده، والله انا عندي المفروض ميتنج مثلا، المفروض ان انا هعمل هاندلنج ورك فلو مثلا في ماركتنج مينتور، والمفروض ان انا بتاريخ 29/3 من الساعه 2 للساعه 4، والمفروض اللي هيحضر معايا حد اسمه اسراء. تمام، فخلاص انا بكتب ده وبروح كاتب ايه المين بوينت بتاعتي ورا بعض وهكذا بس. وتحدد في الميتنج دي الاوبجكتيفز بتاعتك والحاجات اللي انت المفروض تنفذها، وبعد كده بتروح على الاكشن بلان بتاعتك وتنزل ده في الاكشن بلان كتاسكس وهكذا. تمام، تسلم، شكرا عفوا خالص. عفوا. اوكي تمام. نورهان ازيك؟ الحمد لله، ازيك انت يا محمود؟ زي حضرتك عامل ايه؟ الاول، معلش. الحمد لله تمام، ايه اخبارك؟ اهو بخير الحمد لله. الحمد بجد لله. شكرا على المحاضرة دي. والمحاضرة دي بجد فكرتني بحاجات كتيرة جدا. لما كنا بنشتغل مع بعض في شركة واحدة، وبجد يعني مش عارفة أقول إيه، بس شكرا. لا والله يا نورهان، ولا اي شكرا ولا اي حاجه. انت عارفه يا اختي نورهان، انت من الناس القديمه اللي يا اشتغلنا مع ربي على أخت نورهان دي، ده سيب كده بيني وبينه، فتمام ماشي. لا انت الحمد لله من زمان، وانت بتطوري دايما يعني، الحمد لله بثق فيكي بشكل كبير جدا جدا، وبثق في شغلك بشكل كبير جدا جدا جدا. فيا رب دايما بس كده. خليني أقولك إن ده كان ليه أثر بسببك، ومش بقول كده اللي هو قدام الناس كده وخلاص، بل بالعكس. يعني دايما كنت سبورتيف في كل وقت. لما بتلاقي حاجة كويسة بتقول إن دي حاجة كويسة، لما بتلاقي حاجة كرييتيف بتقول إن دي حاجة كرييتيف، لما بتلاقي الواحد نام كده في الخط شوية فتروح تقول له على فكرة أنت الفترة دي نايم. كفاية حتة الشيت إن أنا ببقى شايفة كل حاجة أنا عملتها، ببقى عارفة الأداء بتاعي على طول. أنا كفاية كمان زنقاتك لينا لما أجي أهرب من حاجة أنا ما بحبهاش أو تاسك أنا ما بحبوش وتزنقني فيه، بس في الآخر لما ببقى عارفة إن أنت حطيتني في مكان أنا ببقى مش متخيلة إن أنا هكون هطلع حاجة بالروعة دي. فدي حاجة لوحدها مختلفة. يعني أنا ممكن أكون شخصيتي بميل للكومفورت زون شوية، فاللي هو ببقى خوافة من أي حاجة إن أنا أخش فيها جديدة في الكونتنت أو في كده، إن أنا ما جربتش مثلا الكتابة في الحتة دي قبل كده، مش عارف إيه. بس لما كنت بترخم عليا، أو مش بترخم عليا، بتعلمني ان انا لا ما ادوس، ايه اللي هيحصل يعني؟ هغلط، طب فيها ايه؟ ما هتعلم. فلما كنت بعمل التاسكات اللي هي من النوع ده، لا كنت ببقى بصل نفسي كده، لا ايه ده انا عملت حاجة حلوة قوي. فبجد شكرا على كل حاجة، وشكرا على وقت الليرنينج. وقت الليرنينج ده كان افضل ميعاد في ال كان أفضل ميعاد على الحاجات اللي اسمه إيه ده، أفضل ميعاد في الشغل عموما، بسبب إنه كان بيفصلنا. والله انا يعني شكرا على الكلام الجامد ده، بس انت حد من الناس اللي جامده جدا. بس انا عايزك بقى تقولي للناس يعني ازاي، يعني التجربه اللي مرينا بيها في شغلنا ولا زلنا مستمرين على فكره، ده حقيقي. يعني
حاولي تدي الناس كده من يعني مين بوينتس كده، اعملوا ده علشان ما تقعوش في غلط، او اشتغلوا بالطريقة دي عشان تشتغلوا صح. طيب، أول حاجة إن أنت لازم يكون علشان تبقى في أي شغل لازم تكون محدد هدفك من الشغل ده إيه. حتى لو أنت بقالك سنين في الشركة دي، فأنا داخل علشان دي تجربة جديدة هتضيف لنفسي، داخل علشان اسمه إيه ده، إن أنا هعمل حاجة مختلفة في المكان ده، داخل علشان اسمي يكون مميز في الحتة دي. ما بفضل الله ما فيش حد، ما ينفعش ان انت تكون خارج من اي شركة لو انت معلم ان المكان ده خلاص انت مميز جدا، ما ينفعش ان انت تتساب. طيب، الحاجات دي ان انت تعملها ازاي؟ عن طريق الليرنينج باستمرار جدا، تتعلم من اصغر واحد، حتى لو انت كنت سينيور تتعلم سكيلز او حاجات من الجينيور، تتعلم حاجات من المانجر اللي فوقك، دايما تبقى كوبايتك فاضية، تسمع لكل الفيدباك وما تاخدهاش على محمل الشخصي، تاخد الفيدباك على محمل اسمه ايه ده، ان انا لا عشان اضبط ده عشان اطور ده. الفيدباك الحلوة، انا لما بسمع فيدباك حلوة بقعد ادور على حد يقول لي فيدباك اي حاجه رفيعه علشان ان انا اطورها اكتر، او ان انا مثلا ان انا اعملها، ولو حد قال لي ما فيش انا بقعد اخلق لنفسي اي حاجه علشان اطور فيها اكتر. فالليرنينج ثم الليرنينج ثم الليرنينج، بس فدي كانت ملخص الحاجات. والفيدباك اللي انت تاخدها لازم تبقى الفيدباك دي مقتنع بيها 100%، يبقى ليها سبب، بمعنى أصح إن ما ينفعش يتقال لك إيه ده، ده وحش، طيب اديني سبب وحش ليه. مثلا لو ديزاين، علشان ده مثلا مش مناسب مع التارجت اودينس، علشان المفروض نعمل 1 2 3 4، فخلاص انت عرفت الكونتنت ده فيه كذا، ده فيه كذا، ايوه ايه السبب، مش هو كده وخلاص، لازم يبقى الفيدباك انت عارف النقط علشان تعرف تطورها. مش وحش خلاص بقى هقعد في النوتي كورنر وهقعد اعيط وبتاع وتقال لي فيدباك وحشة، لا طب ما قشطة يعني، ما اتعلم بس. ومهما كبرت ومهما عدى بيك السنين هتفضل تتعلم، المجال بتاعنا واسع جدا وكبير جدا، حتى لو انت كنت اونر للشركة برضو هتفضل تتعلم وهتفضل تجرب، وهتفضل تجرب طرق جديدة علشان تطلع من الناس افضل كواليتي للشغل، وفي نفس الوقت هم يكونوا مرتاحين من جوه. وده بصراحة نجح فيه جدا محمود، كان من افضل المانجر اللي انا اتعاملت معاهم بجد، وده مش كلام وخلاص، ده فعلا حقيقة لازم تتقال في حقه. يا باشا تسلم والله، انا مبسوط يعني. يا باشا انت عارف. لا والله تمام يعني، احنا القسم كله كان مني برتقال يعني، فتمام. ربنا يخليكم. معلش، هو كان في موز، كان ايه؟ بيجيب موز وبيجيب فاكهة ما شاء الله، يعني كانت لذيذة. ايوه بالظبط صح. لا، لا وكان وقت الليرنينج انا بعشق وقت الليرنينج جدا، كنا بنحس ان احنا وقت الاسترس وخلاص كلنا مضغوطين وكلنا مش عارف ايه، افصل الفيشة، احنا كنا بنخش الليرنينج كنا بنشحن طاقتنا بطريقة، كنا لما بنخرج تاني يوم بنعمل ضعف الشغل اللي مثلا كنت ممكن تعمله في وقت أطول. وده بسبب إن الليرنينج جوه أنت بتتعلم، مش مجرد تلقين أو معلومات تقريبا الشبكة باظت، مش عارف عندي ولا عندك.
زي مثلا حد صوتها بيروح، صوتها بيروح، فتروح سأله طب انت مثلا ازاي بتعرف تنظم يومك، ازاي بتعرف تعمل ده. هيبدأ كل واحد، هتكتشف في التيم ان كل واحد عنده ميزة مختلفة، هتقدر تتعلم منه حاجة تضيف ليك سواء على البيرسوناليتي او على الشغل اصلا. فده لوحده يعني محتاج اسمه ايه ده، محاضرة او سيشن لوحده الليرنينج ده. ايه صح، ممكن نبقى نعمل لايف انا وانتي في الحته دي بقى يعني ان شاء الله. عايزة أضيف حاجة في البوينت اللي بتتكلم فيها نورهان، إن الليرنينج كمان كان بيخلي كل حد في التيم يحط إيده على الحتة اللي بتوجعه في الليرنينج، يعني زي ما بيقول إيه هي الويكنس بوينت بتاعته، فبتطلع فبتقدر إن أنت تفضل شايفها طول الوقت وشايفها وهي بتتطور، أنت ما بتشوفهاش بتقف عندها، تحط بلان وبتمشي عليها. اللي شايف في ده إن أنت فعلا المدير الشاطر هنا هو اللي بيفرق. يعني انا مش هنسى في اي وقت ان انا لما كنت اروح اقول له محمود انا سمعت عن حاجه نزلت جديده في الداتا اناليسيس كذا كذا كذا، فانت ايه رايك؟ كان بيعرف يوجهني، كان بيعرف ينصحني، كان بيقول لي لا دي ما تاخديهاش دلوقتي لسه شويه، مش بيرميني في البحر يقول لي لا يلا انت لازم تبقي اشطر واحده في الداتا اناليسيس دلوقتي. انت كان دايما يقول لي انت شاطره في الوقت اللي انت موجوده فيه، الحته دي لسه مش دلوقتي، لسه في ستابس تانية تاخديها. ومحاضرة البازل شاهدة على كده. أيوة، فدي كانت حاجة بصراحة فارقة جدا. تاني حاجة فرقت معانا في التيم هي الروح اللي محمود عملها معانا جوه التيم. هو خلانا عارفين ازاي لما حد فينا بيكون عنده ستريس في التاسكس بتاعته ومضغوط فيها، هو عارف ازاي يخلينا كلنا نبقى ما نحسسوش بده، عارف ازاي يخلينا كلنا نعرف نشتغل مع بعض ونعرف نسند بعض حتى لو هو مش موجود. يعني مثلا لو هو وقع مننا يوم، غاب او واخد اجازه او في ميتنج بره او اي حاجه، هو عارف القسم بتاعه هو ماشي ازاي، وعارف هو سايب لنا ايه واحنا هنمشي مع بعض ازاي، وفعلا اللي بيحتسبه بيرجع يلاقيه عشان هو حاطط البلان بتاعته وخالق الروح جوه التيم اللي تخليه يقدر ان هو يكمل مع بعض وينتج بافضل شكل. كان القسم اللي محدش بيقدر يجي عليه في الشركة كلها لا مؤاخذة. ايوه احنا ناس احنا دولة بنحاول. لوحدينا. احنا ايوه ده حقيقي، واكبر دليل على كده ان احنا كنا مقصرين في الاقسام التانية سواء السيلز او الديفلوبينج او بقيه الاقسام عموما، كانوا بيحبوا يحضروا معانا الليرنينج ده ويقولوا لنا انتوا ايه ده ما قلتولناش النهارده، مش تقولوا لنا طب يا جماعه طيب خلاص من السيشن الجايه باذن الله. وفعلا كانوا بيخشوا وكانوا بيستفادوا، وكان حاجه يعني عالميه. خير ان شاء الله كل ده مكمل، وان شاء الله احنا مكملين في القصه دي كلها. ويعني انا ده نفسي حقيقي الفتره الجايه نطلع مع بعض اكتر، بحيث ان احنا خلاص بقى الناس تشوف التيم، تشوف الناس شغاله ازاي، تقدروا انتوا تفيدوهم. اكيد انت هيكون عندكم اراء مختلفه. خلينا نشوف برضو عبد الله تقريبا معانا هنا، صح؟ السلام عليكم، ازيك يا عبد الله؟ عامل ايه؟ ازيك يا مدير، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت ايه اخبارك؟ والله في نعمة من ربنا. يا رب دايما. انا بصراحة كده دخلت المحاضرة من نصها يعني، بس طبعا انا مستمع يعني ليكم جدا. فانا لو هنتكلم عن التيم وهنتكلم عن حضرتك وهنتكلم ازاي احنا نفيد الناس في النقطة دي، انا يعني لو الناس مش عارفة احنا اوريدي اساسا يعني انا اختصاصي اكتر شغال في الفيديو والموشن والكلام ده كله، فانا لازم اوريدي طبعا بحتاج احتكاكي اكتر من الكونتنت طبعا والسكريبتات والكلام ده كله. فاي مدير طبعا كان بيجي فهو عارف اللي فيه مشكله اصلا اوريدي، هو بينه وبين الكونتنت، لا ده لازم عشان خاطر السكريبتات والكلام ده كله. فالحمد لله باشمهندس محمود جه حل الحوار ده، خلانا يعني زي ما مريم قالت في السبيك بتاعها، يعني قالت ان احنا كنا شغالين بحته الترس. يعني ايه حته الترس؟ اللي احنا اوريدي شغالين ورا بعضينا، يعني حتى لو انا مثلا جيت ومثلا عندي مثلا هيديك او ستريس في حاجه، فيقول لي لا عبد الله شغل نفسك عشان خاطر مثلا هديك كذا. مريم مثلا عندها حاجه في مشكله مثلا، او عندها يعني
مشكله في حاجه مثلا مش عارفه تخلصها دلوقتي، لا يا مريم انت وراكي حاجه لازم تسلميها لي. فحته الترس دي احنا كلنا نشتغل بنكمل بعضينا، فدي كانت حاجه واضافه جامده جدا بصراحه للتيم، خلتنا احنا حتى في غياب اي حد فينا اوريدي القسم ما بيقفش. يعني الحمد لله احنا كلنا شغالين مع بعضينا، ودي بصراحه دي شهاده انا لازم اقولها لمحمود، هو اللي فعلا خلانا نعمل كده ورحنا نوصل للحته دي يعني. يا باشا ودي من ضمن الحاجات بصراحه اللي فادتنا جامد جدا في القسم. احنا اوريدي انت كمسؤول عن تيم او مسؤول عن ناس ايا كان ايه هم المسمى بتاعهم، انت لازم تكون ما توقفش الناس على حد، لا شغلوا بعضيكم عشان انتوا شغالين كلكم مع بعض. دي حاجه. الحاجه التانيه طبعا الموضوع الليرنينج ده هم بصراحه اتكلموا فيه كتير، ودي من اهم واحسن الحاجات اللي احنا يعني استفدنا بيها جدا فعلا. الليرنينج ده احنا نكون مثلا عندنا هيديك وستريس جامد جدا في الشغل، بس يجي الليرنينج ده احنا فعلا بنخش نفضي طاقتنا السلبيه كلها وبنطلع بطاقه جديده، يلا احنا نشتغل تاني. مع اننا اصلا كنا بناخد الليرنينج ده في اخر اليوم، ودي كانت يعني اخر يوم لينا خالص، فلا احنا شغالين وبنشتغل اكتر عشان خاطر ننتج تاني، عشان خاطر الموضوع الليرنينج ده كان بيظبط معانا. فانت حاول دايما انك انت تفيد الناس اللي معاك، كل واحد بيبقى عنده معلومات وانفورميشن غير التاني. فانت موضوع الليرنينج ده لما بتتكلموا كلكم مع بعضيكم او بتنظموها حتى ان كل واحد بيتكلم عن حاجه، فانت اوريدي بتفيد كل التيم. فبعد كده انت بتبقى عارف مثلا المعلومات اللي عند محمود، اللي عند نورهان، اللي عند وسام، ان كان مين هو الشخص، فخلاص انت كده بتبقى انت مجمع الناس كلها. فدي بصراحه من ضمن الحاجات اللي فادتنا جامد جدا في التيم، وده واللي بصراحه محمود كان ليه يعني السابقه فيها يعني. فأنا حابب أشكرك جدا بصراحة. باشا تسلم. انا بس يعني كله من ذوقك، بس والله يا عبد الله انت من الناس المجتهده جدا وبتطور من نفسها بسرعه. كنت بس عايز تقول للناس المين بوينت اللي يتجنبوها في اداره الاقسام او في الشغل مع بقيه التيم، والحاجات اللي لازم يخلوا بالهم منها ويعملوها، بحيث ان احنا نقدر نفيد الناس بشكل اكبر في الحته دي، ان هم ازاي يقدروا يتعاونوا ويتماشوا مع الناس كلها يعني. تمام. هو اهم حاجه اساسا تكون انت عارف انت التيم بتاعك انت نفسك شغال ازاي، تمام، والناس اللي حواليك هم شغالين ازاي، عشان لما تيجي تتكلم مع قسم تاني او تيجي تتكلم مع حد تاني او مسؤول قسم تاني يبقى انت عارف هو اوريدي ماشي ازاي. يبقى انا بتكلم نيابه عن التيم بتاعي ونيابه عن الشغل بتاعي، مش اللي هو مثلا انا سي مثلا محمود شغال في حاجه وانا شغال في حاجه، وبعد كده مثلا اروح مثلا اقول لي مثلا مدير قسم السيلز مثلا لا والله ده انا بعمل كذا كذا، مع ان اصلا ده غلط، هو محمود اساسا هو قايل له كذا. فانت العلم انك انت تبقى يعني عالم بالشغل الناس اللي حواليك والتيم بتاعك، دي من افضل الحاجات انك انت ممكن تشتغل عليها يعني. تاني حاجه انا عايزك تكون واثق من شغلك جدا 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 جدا، انك انت ممكن تقابل شخصيات، انا سوري ممكن اقولها، هي مريضه نفسيا فعلا، هي شايفه ان اللي اي حد بيعمل شغل هو غلط وهو بس اللي صح. لا، فانت لما تكون انت واثق من شغلك وعلى علم بشغلك وبتفاصيل شغلك، فانت اوريدي بتقدر تقنع اي حد وبتقدر تشتغل على النقطه دي جدا. يعني مثلا لو جه مثلا بتاع سيز لا والله انت عامل الفيديو ده غلط، او انت كده بتخاطب الجمهور مثلا بطريقه غلط، لا والله انا بخاطب الجمهور عن طريق 1 2 3، عن طريق مثلا الرساله كذا بنوجه له كذا، العمر بتاعه كذا، فانت خلاص هو انت كده بتسمعه. كنا بنقول في الحته دي يا عبد الله معلش، كنا بنقول فيها قوه المعلومه. لو انت عندك بالظبط قوه المعلومه او عندك معلومه فانت عندك قوه، فقوه بالظبط المعلومه هي اللي بالظبط، انت عندك معلومه فعلا وعندك بواثق في شغلك، انت خلاص انت هتعرف ترد على اي حد. فدي من ضمن الحاجتين الاساسيين انك انت تبقى عامل عليهم ستريس لنفسك انت عشان تقدر تشتغل وتبقى يعني سادد في مكانك وسادد قدام ايا كان ايه مين هو اللي بتتكلم معايا. بالظبط، صح جدا والله. يعني في لسه بقية الناس عندهم حاجات كتير ممكن يضيفوها، بقية الناس كلهم
بشكر الناس كلها على التيم، كل الناس في اللي عملت. نقطة عايزة عبد الله معلش يا محمود، في نقطة عايزة عبد الله يقولها. كنت بتتكلم عن حتة الكونتنت، الخناقات اللي بتحصل بين الكونتنت ايوه يا سيدي، نعم. والبتاع. أيوه لا احكي، عايزاك تحكي للناس تجربتك ازاي قدرت تتفق مع الكونتنت وقدرتوا توصلوا لحاجة، يعني ايه اللي هو فترة سلام، وان انتوا بتشتغلوا مع بعض فعلا بطريقة كويسة جدا. المايك والله معاك، هو انقل اكتر تجربتك. حاجه يعني اكتر حاجه انك انت لازم تتكلموا مع الناس اللي شغاله معاكم حرفيا، يعني حتى تتكلموا معاهم، تعرفوا عليهم، تتكلموا معاهم، والله طب انت عندك ايه، طب انا ممكن اساعدك في ايه، طب انت ممكن تساعدني انا ايه، طب احنا ممكن نحل الحوار ده ازاي، واحد اتنين تلاته اربعه، طب انا محتاجه كذا، لو شوف مثلا اللي هو الايه، مثلا لو انت في حاجه مستعجل عليها، وفي حاجه مثلا الحاجه الارجنت قوي، والحاجه انك انت ممكن تستنى عليها شويه، فدي من ضمن الحاجات اللي هي بتنظم الشغل عموما، فلانك انت دايما بيبقى عندك مشاكل. مثلا اصل الكونتنت ده معلش هو بيكتب للفيديو، وبيكتب مثلا بيكتب بوست مثلا، او بيكتب مثلا مقال مثلا للويب سايت، فهو اوريدي هو مش فيديوك انت بس، فدي من ضمن الحاجات انك انت لازم تظبط معاها، تظبط الوقت معاه، وتظبط المكان معاه، وتهندلها وتريحه، فهو هيريحك صراحه كده، عشان تبقى الموضوع بسيط، لان هو انت لو ما ريحتوش هو ممكن يزعلك صراحه. صح. وطبعا احنا معانا نورهان ومعانا مريم، فبسم الله ما شاء الله ما كانوش بيتوصوا علينا يعني كفيديو او كديزاين، فلا بس انت لما بتهندل معاهم الحوار ده، واوريدي الموضوع بيبقى سهل جدا، وتقدر تحل الحوار ده بكل سلاسه يعني. لا ما تقولش علينا ان احنا اشرار يا عبد الله، معلش كنت عايزة اقول كده احنا قلت اشرار. انا ما قلتش، بس لو ده ظهر اني اسف. لا لا والله بص، هي الفكرة في كانت حاجة واحدة، اللي قدامك هو فاهم التكنيكال هيبقى ماشي ازاي، فلما اللي هينفذ الحاجة او التصور اللي انت بتقوله عليه، لازم اهم حاجة يريحك تكون صح. جايب له ريفرنس، يبقى شايف حاجة، علشان ما هو ما يبقاش ماشي في اتجاه وانت دماغك وتخيلك ماشي في اتجاه تاني، حتى ولو كان حاجة مشابهة. طب لو في حاجة مثلا دي مثلا ده ما ينفعش ان هو يظبطه في الفيديو، او دي حاجة مستحيل، اللي هو انت جايب فكرة من وحي الخيال، انت عايز مارفل اللي يجي يعملها. عايزين ساحر، بس فاكر يا عبد الله؟ بلاش انت افكار ديزني دي، ابوس ايدي. ايوه بس ايوه كان لازم، فلازم يبقى فيه جايب لي كونتنت منافسة، ناس. لازم يبقى فيه مناقشة للأفكار دي وتبقى مفاهمه. طب مثلا دي ممكن تتعمل ازاي؟ وساعات طب كمان بيحصل العكس يعني، لو انت فاكره ان كان بيحصل العكس، ساعات مثلا ان هي يعني انت تجيبي فكره انا ممكن اجي انفذها، الاقي مثلا حاجه اللي احنا ممكن نضيف عليها حاجه تبقى احسن، طب يا جماعه ايه بالظبط رايك لو عملنا كذا كذا، والله طب احنا ممكن تبقى كذا، فبرضه مش كده بقول، المناقشه والميتنج قبل كمان ما تستارت الورك بتاعك، فانت خلاص انت اوريدي انت عملت ميتنج بتاعك، فانت فهمت دماغك وانت فهمت دماغك، فانت هتطلع حاجه بكواليتي كويسه محترمه، الناس كلها اما تشوفها هتنبهر. بالظبط. وخلينا نرجع برضو لنقطة إن التعاون بين التيم مع بعضه هو اللي هيخرج أفضل نتائج، مش إن أنا أرخم على الديزاينر أو على الفيديو ديفلوبر أو كده، إن أنا أقول له لا أنا عايز ده، طب ده مش زي التصور. ما هي الدنيا ما مش بتمشي كده، والكلام ده خصوصا للناس بتوع الكونتنت، هي الدنيا مش بتمشي كده. لو ما فيش حد من الطرفين مرتاح، الشغل هيطلع بكواليتي زي الزفت، وعذرا على الكلمة. بس يعني طيب هو انا بتكلم يعني براحتي من شوية. جوه المطبخ، من جوه المطبخ قوي، فببقى عارفة النفس هتبقى من جوه عاملة ازاي، او ايوه صح، خصوصا هيبقى لما بعد تبان كده. الاثنين بتوع الكونتنت لما يتكلموا في المطبخ الوضع بيكون مختلف. ماشي ملعوبة دي. بالظبط كده. ايوه
انا فاكره. ها تمام. احنا فاكرين مش فاكره، فاكرين. المطبخ ده شاف كرباك، مش كرباك اللون الاحمر، فاكره؟ طبعا طبعا. بس خلونا عقدة طبعا حياة عشان طفل الموقف. نحترم فضول الناس اللي معانا، عشان مش هينفع بنقول نحكي سكيب. الحكايات دي. طب احنا ممكن نشوف برضو الميديا باير رأيه ايه. مروة ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام، عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. مروة احنا عايزين نعرف كده، انا كميديا باير، وتعاملي مع بقية الناس، في الناس اللي حواليا، وتعاملي مع مديري والمشاكل اللي بتحصل، وازاي ان انا اقدر استفيد من مديري واقدر امشي الدنيا صح، والحاجات الغلط اللي ما اعملهاش، والحاجات الصح اللي ممكن اعملها. انت ليكي باع في الحتة دي. طيب، هو ازاي اقدر استفيد من مديري ان يبقى فيه مساحة ان اقدر اسمع منه، يعني لو عندي اخطاء ما اتضايقش، دايما ابقى عارفة ان فيه مساحة انه لازم يضيف لي حاجة، يعني طول الوقت بطلب المساعدة. بالنسبة بقى للتيم، احنا معانا أسامة. فاكمل. بالنسبة للتيم، أنا دايما شايفة إن الميديا باير عمره ما هينجح أو يوصل لنتيجة كويسة غير بمساعدة التيم اللي معاه، بالظبط. يعني طول الوقت لازم يبقى فيه سبورت جامد قوي وتواصل، إن إحنا مش في خناقة. ده دايما بيتقال إن الميديا باير هو في خناقة مع باقي التيم، أو فلا، هي الفكرة كلها إن الميديا باير والتيم عشان نطلع بأحسن صورة بأحسن حاجة، إحنا كلنا بنساعد بعض عشان نوصل للنتيجة دي. لان انا من غير اي تقارير باخدها، من غير ستيلز حتى ما بيكمل شغلي صح، من غير اي حاجه من دي، انا عمري ما هنجح، يعني عمري ما هعمل شغل كويس. من غير الداتا انا ببيع. بالظبط، وخصوصا يعني الداتا صح، حتى لو انا عندي مشكله في شغلي انا مش هعرفها غير لو انا باخد فيدباك حقيقيه صح 1000000%. فهفضل طول الوقت عندي مشكله انا مش عارفاها. بالظبط صح. بس نقدر بقى نستفيد ازاي من بعض؟ احنا بنساعد بعض، يعني زي ما بقولك لو هدفنا واحد كلنا، احنا هدفنا مثلا البيزنس بتاعنا ينجح، فهو احنا كلنا هو ده الهدف اللي بندور عليه، مش شخص، يعني مش مروة، مش محمود، مش وسام، يعني لا، هو البيزنس هدف، احنا ده هدفنا. طول ما احنا هدفنا البيزنس مش نفسنا، لا احنا هنبقى في حتة تانية، دي حاجة انا متأكدة منها. صح. طيب بما ان احنا بنتكلم في حته برضو الداتا، وان احنا لازم ناخد داتا صح، حته الداتا دي ازاي نظبطها مع الشخص بتاع الداتا؟ ايه الداتا اللي ممكن ناخدها منه؟ ايه الطريقه بتاعت ان انا اخد منه الداتا؟ ازاي تكون دوكيومنتيشن؟ حته الدوكيومنتيشن كمان دي بالذات عايز اتكلم معاك فيها، ايه رايك فيها؟ ازاي باخد؟ بصراحة وسام انا يعني كفت ووفت في الحتة دي، لان هي بتاخد فيدباك مش بناء ولا على ميديا باير ولا على سيلز ولا على اي حاجة، هي بتحط اسئلة معينة بتفهم منها كواليتي العميل كويس او لا. فدي بالنسبة لي enough. يعني اكتر حاجة فير ممكن تتعامل بيها، ان انت بتجيب الفيدباك من العميل نفسه، صح. مش معتمد على حد. فدي حاجة بالنسبة لي كانت عمري ما قابلتها بصراحة، محدش بيعملها. احنا بنعتمد على انه الميديا باير، لا انا تمام، لا طب قولي المشكلة فين، طب السيلز، لا السيلز بيقول، لا خناقات دايما، مفيش بقى، فين العميل، طب يا جماعة مفيش. انا عجزت عن الرد يا مروة خلاص. لا والله دي شهادة حق لازم أقولها، ودي حقيقة. يعني بس أنا انا كمروة يعني لما اتكلمت معاكي المكالمة بتاعة الفيدباك بصراحة اتبسطت واتطمنت. طب زي ما قلت لك، أنا هدفي مش إن أنا يتقال لي شغلك حلو وهو فيه مشكلة، لا بالعكس، أنتي حد طمني إن أنا يوم ما هيبقى عندي مشكلة في شغلي هتيجي تقولي لي مروة فيه مشكلة عشان كذا، أنا متأكدة إن فيه مشكلة فلازم اشتغل احلها، مش هشتغل انه لا ما عنديش مشكلة. صح.
لازم ان انا اكون شغال اصل احنا واتقبل. كل يعني انا بالظبط، اصل انا كده كده في الاول وفي الاخر بني ادم بشر، واكيد هغلط واكيد شغلي هيبقى فيه حاجات فيها مشاكل. ما هو لو ما فيش مشاكل خلاص انا هفضل واقفه مكاني. يعني لو ما فيش مشكله هتقابلنا، لا اكيد في حاجه غلط، مش هتعلم حاجه جديده، مش هفكر خلاص بقى. مفيش حاجه بتفضل ماشيه دايما طول الوقت مظبوط. صح. وكمان لو اصلا مفيش مشكله يبقى احنا مش شغالين غلط، يبقى الدنيا مش ماشيه بالظبط، صح، في حاجه انا غلط بقول يعني. لك ان طول الوقت الدنيا تمام، انا مش هتطلع قدام خطوه وفي حاجه غلط فعلا. صح. بعدين كمان لازم اتقبل الكلام من اللي جنبي، واللي جنبي يتقبل مني الكلام، عشان كلنا عندنا اوبجيكتيف واحد. ولو حسيت ان انا عندي في مشكله بصالحها مع الناس، يعني حد من الناس اللي كان شغال ما شاء الله شوكولاتات، مريم، يعني كان دايما تقعد تجيب شوكولاتات من الناس، يعني في روح معرفش كان في كوكيز، والله كوكيز ده صرفت عليها كتير. بس انت بسبب الشهر 1000 جنيه بس انت واخده، يعني في دي الشهر؟ لا، في الأسبوع، في الأسبوع هايلك الرقم كان بقى طبيعي. فالروح ما بين الناس، وان انا اتقبل اللي جنبي واللي جنبي يتقبلني وهكذا، دي بتبقى حاجه من الحاجات المهمه والحاجات اللي بتفرق بشكل كبير. خليني ارجع لك تاني يا مروه واسالك السؤال ده لتالت مره، لان انا محتاج اجابتك. الناس تسمعها، حته الدوكيومنتيشن تفرق ازاي في الشغل؟ مروه انا مش سامعك. مروه مش سامع. طيب انا ممكن اتكلم مع، انا رافع ايدي بالك. اتفضل. اكيد. مساء الخير يا محمود، مساء الخير يا اصدقاء. الحقيقه يعني انا بفتح الفيس دلوقتي، انا كل ما اجي ارتب ميعاد ان انا احضر الميتنج بتاعكم بصراحه الدنيا بتبوظ عندي، لكن المره دي لسه بفتح الفيسبوك لقيت الميتنج قدامي على طول. طب حلو. كنت حريص جدا ان اول حاجه اعملها اسيب كل اللي ورايا واحضر الميتنج على طول. وانا ما بقولش النت بس راحوا دي. اوكي. تمام ماشي. طب هو مين كان بيقول حاجة وهحتاج انا اللي اسيب؟ كنت بتكلم وسكت. يعني فهو هيكمل كلامه وبعد كده نرجع نحكي طبعا دلوقتي. اتفضل. انا اسمي مؤمن. في الحقيقة انا متابع جروب ومتابع استاذ محمود تقريبا بقالي فوق السنة ونص. دي الحاجة الأولى. يعني الحاجة التانية، يعني ما اتشرفتش ان انا حضرت معاه ميتنج اوف لاين خالص، رغم ان انا كنت بحاول ارتب مواعيدي بس بيبقى غصب عني. انا بس كان عندي استفسار، مش عارف هو في اطار الموضوع والمناقشه الموجوده دلوقتي، وممكن برضو تقول لي هل ده مناسب وقتها ولا لا. اوكي. انا عندي دلوقتي، انا بشتغل جزء ليه علاقه ان انا ماسك اكتر من بروجكت شغال عليه، وعندي مشكله واحده جدا في الجزء بتاع الدوكيومنتيشن. انا بقدر اطلع نتائج كويسه جدا، لكن ما بقدرش اطلع ده بشكل دوكيمنت. فمثلا عندي مشكله مع كلاينت، واتمنى لو في دوكيومنتيشن خاص بالموضوع ده، ان انا اعمل له البرفورمانس بتاع الاعلانات او النتائج بتاعت الاعلانات في دوكيومنتيشن. احنا انا محقق نتائج مرضيه، لكن في الاخر العميل دايما بيبقى محتاج ده بشكل دوكيومنتيشن. اوكي فدي النقطه اللي انا محتاجها بشكل حلو. هو ده اللي انا سريع. كنت لسه بسأل فيه مروه، كنت بقول لها لسه مروه ايه حته الدوكيومنتيشن، فرقه ازاي وايه الفرق ما بين ده وده. وبرضه بعد ما مروه تقول الحته دي انا هجاوب برضه وراها واكد على الكلام، ولو في حاجه تاني هضيفها لك دلوقتي. حلو جدا. الحاجة يعني الحاجة التانية بقى دي خارج الإطار خالص. لو في أي وقت حبيتوا إن أنتوا تعمل ده مستر محمود بشكل أوفلاين، فأنا ممكن أوفر المكان لو الحاجة دي بتتقدم بشكل مجاني يعني. طيب هبعت لك رقم الموبايل، احنا كده كده برضو بننزل كل شهر اوفلاين، يعني بننزل كل مره كل شهر اوفلاين، يعني احنا لينا مره اوفلاين وكل اسبوع اونلاين. برضو هبعت لك الرقم، وممكن تتواصل معاه وينسق معاك، يعني ينسق معاك الحته دي بكل الديتيلز بتاعتها، وهم الناس هتساعدك بشكل كبير ان الحته دي تتظبط يعني. تمام. تمام، يعني ده حاجة أنا كنت حابب أقدمها وإن شاء الله تبقى منفعة عامة للناس كلها يعني. شكرا ليك والله جدا، يعني دي حاجة تشرفنا والله، ويعني شكرا إن أنت بتتبادل بحاجة زي كده بصراحة.
طيب جاهد يا مروه، يلا حته الدوكيومنتيشن بقى. طب اللي انت محتاجني اوضح ايه بالظبط في الحته دي؟ بس يعني خلينا ممكن وضحي الباك جراوند بتاعتك عنها، اللي هي بتفرق في الشغل ازاي بس، لا هي بتفرق في الشغل كتير قوي يعني. وازاي ممكن يقدر يتحول من ده لده، يتحول من ايه لايه؟ يعني يتحول من ان هو ما بيعملش دوكيومنتيشن لان هو يعمل دوكيومنتيشن. آه لا الموضوع هيفرق كتير جدا يعني. لو اتكلمنا، لو هو زي ما بنقول مثلا في عميل زي ما هو بيقول مش مقتنع او كده يعني. انا مثلا قعدت 3 سنين بشتغل بالارقام وكل حاجة يعني، بقعد في ميتنج محدش بيقدر يوجه لي كلمة عشان انا بقعد اتكلم بالارقام مش مجرد كلام حلو جدا. طيب يعني يعني. او ده بالنسبة للي قدامي، ما هو انت ليك بتديني بادجت، انت طالب مني نتيجة معينة، فانا قايلة لك مثلا البادجت ده هيجيب قد كذا، مثلا لو قلنا عدد ليد مثلا كذا، هتضم ديل منه كذا، فما بنيجي نتكلم فيه لا في مشكلة مثلا نسبة المبيعات قليلة، فانت بتقعد بتتكلم بأرقامك، لا والله انا البادجت اللي معايا كذا واحنا متفقين البادجت ده هيجيب كذا ليد وديل كذا، والله انا يعني الديل اللي احنا اتفقنا عليه هو اوريدي دان بالنسبة لي بالأرقام، فخلاص محدش هيقدر يتكلم معي، العميل مش هيقدر يتكلم معاك صح لأنه كله بالأرقام مش مجرد كلام. صح بالنسبة لك كشخص، أنا واحدة من الناس ومحمود عارف حاجة زي دي، وقت ما كان عندي مشكلة كبيرة جدا في موضوع إن أنا أوثق شغلي أو لا، الموضوع فرق معايا كتير جدا إن أنا أشوف شغلي قدامي ونتايجي قدامي وأرقامي قدامي، حتى لما باجي أتحرك بعد كده في أي كامبين بعدها أو أي حاجة تانية، لا هو الموضوع فارق كتير إن أنا شايفة عن الحاجة بتبقى في دماغي، أنا بعرف أنا بطلع ولا بنزل، عندي مشكلة أو لا. في الاول وفي الاخر عندي شغل، انا عارفه انا اشتغلت على ايه، مش انا قاعده بشتغل 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 وفي الاخر ما فيش يعني ما فيش نتائج قدامي. لما بتيجي تروح لعميل او تروح في مكان او كده، لا فرق كبير ان انا رايحه بتكلم ان انا بعمل كذا وكذا وكذا، وفرق ان انا رايحه وانا لا انا ارقامي وحاجاتي قدامي هي اللي بتتكلم عني، يعني كل حاجه بتثبت شغلي قدامي. فدي اول بتفرق معاك انت كشخص، وتاني حاجة زي ما قلت ما فيش عميل هيقدر يتكلم معاك لو انت محقق أرقامك وكل ده قدام يعني باتفاق بينك وبينه وانت بتعرض عليه الكلام ده. بس ما فيش كده، انت الرسالة وصلت زي ما انت عايز. تمام. هو بقى انا كده محتاج توضيح ازاي اعمل ده صح؟ طيب يعني آه. هي فعلا محتاج توضيح ازاي اعمل ده، ولو في تمبلت او دوكيومنتيشن جاهز لحاجة زي كده يا ريت طبعا. في طب انا دوكيومنتيشن. ممكن اقول له حاجة يا محمود بما اني مريت بالتجربة دي؟ اكيد. اتفضل. طيب بص يعني انت لو جالك اي تمبلت دلوقتي او اي شيء صدقني يعني هتعطل. انا نصيحة مني انا كده كده، خد الشيت او التمبلت اللي انت عايزه، بس نصيحة مني ابدأ انت بنفسك، افتح شيت، افتح وورد، افتح اي حاجة واحدة واحدة، حط فيها حاجتك يوم عن يوم، هتلاقي نفسك انت بتبدأ تعمل لنفسك الشيت اللي انت قادر تشتغل عليه او التمبلت اللي انت شايفها انت عارف تقراها وتفهمها، وبعد كده اشتغل على اي تمبلت تانية، بس افتح اي حاجة. كان دايما محمود يقول لي كده، افتحي وورد، افتحي اكسل، افتحي اي حاجة حطي فيها النتائج، الطلعة بتاعتك هتبقى صعبة يعني، الطلعة الاولانية دي هتحس انه انا بضيع وقت، لا انا هو انا هقعد اعمل ده كله، بس وانس ان انت خلصت الداتا بتاعتك وكتبت الكلام ده وشفت شغلك قدام عينك، لا هتحس ان انت مبسوط جدا، وهتحس ان يا ريت انا كنت عملت ده من الاول. انت ما يعني ما تست... لو جالك التمبلت وقدرت تتعامل معاها تمام، ما قدرتش افتح انت اي حاجة وحط فيها ارقامك تمام بس. تمام انا قصدي بس ايه صح؟ ايه مروة مروه، انا قصدي يا مروه بس ان التمبل دي اللي هي اللي هتتبعت للكلاينت على الميل، اللي هو خلاص احنا اتناقشنا في اخر الشهر في النتائج، شاف الارقام، دخلنا على كل على الانسايت، شاف كل التفاصيل الجميله دي،
لكن في الاخر عايز احول الكلام ده لشكل برزنتيشن لطيف او شكل دوكمنت لطيف ويروح له عشان يبقى عنده، لان هو في الاخر اللي شافه في الميتنج هينساه. بالظبط. طيب بص، انت اللي انت بتقوله ده صح جدا، وهقول لك على حاجه. احنا خلينا نعتمد على الموضوع على مرحلتين. اول مرحله، ايه هي الداتا اللي انا المفروض اطلعها؟ تمام، يعني ايه هي الداتا اللي المفروض انا اطلعها اصلا؟ تمام، ايه طبيعه الداتا؟ وده بيعتمد على حسب الكلاينت محتاج يوري له ايه. هل هو محتاج يشوف السكيلينج؟ طبعا انت فاهم الاكسبريشن اللي انا بتكلم فيها. هل هو محتاج يشوف السكيلينج، او محتاج يشوف التيست اللي انا عملته، محتاج يشوف البادجت، محتاج يشوف السي تي ار، محتاج يشوف ايه بالظبط؟ دي اول نقطه. تمام، وتبتدي تعمل بيرفورمانس تمبلت على حسب الرول ده محتاج يشوف ايه. دي اول نقطه. تاني نقطة هي النو هاو بتاعت البرزنت ده، ازاي ان انا اعمل برزنتيشن ده بشكل واضح. التولز كتير جدا جدا. اول حاجة ان انت تستخدم تمبلت اكسل وتقدر تبعت عليه الكلام ده، دي اول نقطة. تاني نقطة واللي احنا بنستخدمها بشكل كبير، جوجل داتا ستوديو. اربط البرفورمانس بالحاجات اللي انت محتاج تعرضها وحطها على جوجل داتا ستوديو، والحاجة معاك هتبقى فيجوال دايركت على طول على حسب الالمنتس اللي انت حاططها، وبناء على الميتريكس اللي انت حاططها او الالمنتس اللي انت حاططها هيبتدي يبان النتائج، تقدر تعمل لها سيف وتقدر تعرض براحتك، او ان انت تعمل سكرين شوتس من الحاجات دي وتبتدي ان انت تعملها في اي تول مختلفه زي ريزي او اي تول ثانيه. كل دي في حاجات يا اما دايناميك انت بتطلع لك الحاجه دايناميك، وفي حاجات تانية بتطلع لك الحاجة على حسب انت محتاج تشوف ايه تحديدا وتبتدي تطلعه. انما النو هاو بتاعت البريزنت في تولز كتير جدا، لو انت مشكلتك بس في ان انت ازاي تبريزنت ده، دي ابسط منها مفيش مشكلة، ابسط منها مفيش اصلا، هي حاجة بسيطة جدا زي ما قلت لك، يا جوجل داتا ستوديو تمام وتربط بيها زي ما انت عايز، او ان انت تعمل ده على شيت اكسل وممكن ابعته لك، او ممكن تعمل ده على باوربوينت او بي بي تي وتقدر تعرض. دول الثلاثه اللي انت ممكن تعرض عليهم، يا اما جوجل داتا ستوديو هيبقى فيجواليزيشنز على طول، او برزنتيشن تمبلت زي بريزي والكلام ده كله وبي بي تي والكلام ده، او الحاجه الثالثه شيت الاكسل وتقدر تعرض عليه. طب لو انت مشكلتك ان انا مش عارف اصلا اتنقل للمرحله دي وان انا اعمل ده، لا، في الحاله دي يبقى انت هتعمل ايه؟ هتجيب ورقه وقلم او هتجيب وورد او اي حاجه، هتكتب على الحيطه اي حاجه انت سهله بالنسبه لك تقدر تطلع عليها الداتا. طلع الداتا، طلع بس الداتا ومليش دعوه. هتطلع الداتا مره واثنين وثلاثه واربعه، هتلاقي نفسك بعد كده قادر ان انت تحطها في برزنتيشن، وقادر ان انت اتعودت ان انت تطلع الداتا. كمان لازم تكون فاهم الداتا والارقام دي بتطلع على اي اساس. انا محتاج اشوف ايه في انهي كامبين، انا محتاج اشوف ايه في انهي ريزن، محتاج اوري العميل ايه في انهي حته بالظبط. يعني انا مشكلتي ان انا عايز اعرض للعميل الحاجه اللي المفروض يشوفها. حلو جدا. طيب انا محتاج اعمل ده، هعمله ازاي؟ اول حاجه هطلع الداتا، ثاني حاجه هبتدي اعرضها. تطليع الداتا تمام، دي الصوت راح. أو الصوت راح. في مشكلة بس في النتورك، لحظة. سامعني كده؟ مش عارف هو سامعني ولا لا. تمام. فانت هتاخد اي نقطة من الثلاث نقط اللي انا قلت لك عليهم وتعرف بيها. بالنسبة لك كده الدنيا وضحت؟ هو انا حابه اضيف حاجه كمان، معلش. اوكي، وانت فعلا عايزه تضيف حاجه، وفي فاطمه برضه هتضيف حاجه معاكي. الالتزام، لازم يكون في التزام. هو الموضوع في الاول هيبان انه ممل
وليه هسجل كل ده، او ايه الطريقة، او ممكن نسجل بكرة مش مهم حاجات النهاردة وبعدين نبقى نسجلها، او نبقى نسجل في وقت تاني مش مهم وبعدين هنبقى نقابل الكلاينت مثلا يوم الخميس الجاي، فمش مهم هنسجل في قبل الميتنج بساعة. فلا بلاش تعمل كده، وحاول انك تلتزم قدر المستطاع انك تسلم كل يوم، او مش تسلم كل يوم، انت هتسلم لنفسك كل يوم الديلي ريبورت ده، يعني لازم تسلمه لنفسك، تبقى عارف انك هتحط ريبورت متكامل عن شغلك في اليوم اللي انت خلصته. بس دي النقطة اللي كنت حابة اضيفها. تمام، كان في برضو تقريبا هاجر عايز اضيف حاجه تقريبا، صح؟ آه فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حاجة استاذ محمود؟ حضرتك سامعني كده؟ سامعينك. طيب انا بس انا كنت محتاجة مساعدة، يعني خاصة بالموضوع اللي بتتكلموا فيه. انا اولا شغالة اس اي او سبيشاليست اوكي. في شركة، ويعني انا الوحيدة، انا السي او في الشركة وانا اللي ماسكة شغل الشركة كله للاسف، رغم ان انا يعني لسه جونيورايز الله يعني، بس الحمد لله. يعني انا دي اول ما فرصة دخلت كويسة. الشركة لقيت نفسي داخلة على ماسكة بروجكت موقع مالتي لانجويج فيه تقريبا 16 لغة، وتقريبا هي موقع الشركة معظمها او ما كانش كلها مالتي لانجويج كده. فلقيت نفسي لغاية الآن ماسكة حوالي 25 بروجكت، مش عارفة انا شغالة فيهم ازاي، بس ربنا اللي بيعين سبحان الله. بس انا الشركه كلها ريموتلي، طبعا الشغل ريموتلي بحس فيه صعوبه شويه في التواصل. عندي بقى مشكله في حته التنظيم، يعني انا دلوقتي بيبقى شغاله مع كونتنت ومع ديفلوبرز وشغاله مع ويب ديزاين، كل دول بيبقى بيحتاجوا شغل مني وانا بظبط لهم ريبورتس. انا عندي بقى مشكله في التنظيم، يعني انا عندي مشكله ان انا كل البروجكتس دي ولسه في بروجكت تاني، يعني كل دول لسه انا شغاله فيهم حاليا، ببقى عايزه اوصل ريبورتس بوصلها، بس حته التنظيم ان فلان جاب لي خلص لي تقرير وفلان ما خلصوش وفلان فاضل له النقطه، يعني في تقرير مثلا خلص فيه نقط معينه وخلصش الباقي. واقسام بقى، مش ديفلوبر واحد، ما انا شغاله مع كذا ديفلوبر، يعني مشاريع الشركه كتير والديفلوبرز كتير، كل واحد حسب تخصصه لارافيل مثلا هكذا. فعندي المشكلة دي، أنا بحاول، يعني أنا بقالي في الشركة شغالة 8 شهور بحاول أحل المشكلة دي، مش عارفة. بصي، ده لازم يكون في company structures ويكون في سي ار ام ماشيين بيه، ما دام ريموتلي يا اما يبقى في سي ار ام او جان شارت زي اللي معروض ده، او في minutes of meeting ويكون في meeting weekly او يوم ويوم، والامور دي تتظبط فيه ان الموضوع يمشي documentation. ده يعني الحل في كلمه واحده، ان الموضوع يمشي documentation. الموضوع لما مشيش documentation يبقى كل حاجه هتروح في الفاضي، ما فيش حاجه هتمشي بشكل مظبوط. فلازم انا لما اجي اسلم الكونتنت او الكونتنت يسلمني ميل، لما اجي اسلم الديفلوبر يسلمني ميل، لما اجي اطلب حاجه من حاجه وهكذا. اول موضوع يمشي تاسكس او مينتس اوف ميتنج زي اللي احنا كنا عارضينها والكلام ده كله. فحل الموضوع ده ان الدنيا تمشي دوكيومنتيشن. لازم الامور دي كلها تتنسق ويكون في كوردينيتور. لو عرفنا نوفر كوردينيتور تبقى دي حاجه كويسه. ما فيش، يبقى لازم الموضوع يمشي دوكيومنتيشن. انا ببعت تقرير او يجي لي تقرير، او ابعت ميل ويجي لي ميل وهكذا. هو احنا اوريدي دلوقتي شغالين بالتيم وورك، بس انا برضو يعني حاسه ان مش كله ملتزم بالتيم وورك. لا بصي بقى، هنا بقى لازم يكون في بقى اداره تحكم الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني لازم الاداره، وانت لازم تاخدي اصلا ديسيشن مع نفسك بالموضوع. اي حاجه يا جماعه هتجي لي بره جزء الواي اللي احنا ماشيين بيه، انا مش هشتغل. ما انا ما بشتغلش واتساب، انا ما عنديش واتساب على الموبايل اصلا. مش واتساب بتاخد بلوك، انا خلاص انا مش معايا اصلا واتساب. كده امشي دوكيومنتيشن. انا ما عنديش واتساب، ما عنديش مول، ما عنديش قصدي فون، ما عنديش اي حاجه. انا كل اللي اعرفه اللي عايزني يتواصل معايا على الميل ويطلب الحاجه كامله متكامله بالتشيك ليست بتاعتها يعني انا وهكذا. عايزه اقول لحضرتك حاجه، الموضوع اصلا التيم ورك ده بالنسبه لي انا شخصيا صعب، لان انا يعني يوم ما اطلع ريبورت مثلا في كام بوينتس، 20 بوينتس مثلا، مطلوب مني ان انا احط كل بوينت واحده في تاسك معينه، فده الموضوع ده يعني متخيل كم خلاص، البروجكت. يبقى احنا تشوفي حاجة تانية، يبقى لازم نشوف يعني احنا حاجة دلوقتي تانية. شغالين على الديسكورد مثلا كتواصل وكده وميتنج وكده ومع تيم ورك، بس مش كله برضه ملتزم بالتيم ورك. انا اول واحده بصراحه مش ملتزمه بالتيم ورك،
يعني بحس الموضوع بالنسبه لي صعب كريبورتس، يعني انا بطلع ريبورتس كل الاقسام وكل البروجكتات يوميا، فالموضوع صعب عليا فعلا، يعني مجهود عصبي ومجهود ذهني كبير. عشان مش متعوده، عشان متعوده. انما في هنا بقى حاجه تانية، كم الشغل كتير يبقى لازم حد يخش معاكي، يعني كم الشغل لو كتير لازم حد، او حد يخش اسيستنت او حد يخش كوردينيتور ويبتدي ينسق ما بين الاقسام وبعدها، وده بيقوم بيه يا اما المدير يا اما حد كوردينيتور يريبورت للمدير. يبقى دي كده ده هيك شغل على شخص واحد، فاهم؟ اه تمام. انا فعلا جربت موضوع الشيتس دي اللي هي بتنظم، لقيت نفسي ان انا لا ان انا بلف في دايره مع نفسي ومفيش برضه، يعني انا لو حطيته حد ما حدش بيضيف حاجه، انا من يوم بنسى مثلا ان انا احط ان انا سلمت التقرير ده اليوم لحد الفلاني، بنسى اصلا ان انا اسجل، يعني مع ضغط الشغل اصلا انا بنسى ان انا اسجل حاجه زي كده، يبقى انت لازم طالما تعملي، نسيت مره واحده خلاص يبقى كله خلاص، انا ده انا نسيت اليوم الفلاني يبقى مش هكمل بقى خلاص. لا يبقى انت لازم تعملي مواعيد ثابته للموضوع ده، يا اما ساعه في نص اليوم او ربع ساعه في نص اليوم او اول اليوم او اخر اليوم وهكذا، يبقى ده الوقت ده بتاع الجزء ده لازم أن يحصل كده، غير كده انت مش هتلمي اي حاجه. وفي نفس الوقت هتلاقي نفسك بعد ما تمشي من الشركه دي، بعد ما كنت بتشتغلي كل حاجه، هتلاقي نفسك طالعه انا مش عارفه اي حاجه. هو فعلا انا حتى مش لاقي وقت ان انا اطور نفسي في حاجه، يعني رغم ان انا يعني الشغل كضغط شغل علمني حاجات كتير، لكن برضو يعني في حاجات الواحد بيبقى عايز يتعمق فيها اكتر في كيطور نفسه، بس فعلا يعني مفيش وقت فعلا الواحد يعمل كده. انت زي ما قلت لك حاولي تظبطي الامور بتاعتك على ان انت تدوكيومنتيشن، لازم بص حته الدوكيومنتيشن تقريبا هي الحل في كل حاجه. تمام تمام شكرا يا استاذ. عفوا. تمام ممكن اضيف لها حاجه؟ ايه ممكن اضيف لفاطمه حاجه؟ اكيد اكيد. بصي كحل للمشكله اللي انت بتقوليها، انت ممكن تحطي لنفسك البلان بتاعت شغلك، انت هتعملي ايه على مدار الشهر، هتعرضيها للمدير بتاعك، هتوضحي له الخطه بتاعتك اللي انت هتمشي بيها لمده الشهر ده، هتوضحي له الوسيله اللي انت هتتواصلي بيها وهي عن طريق الايميل، اللي سواء كنت هتستقبلي تاسكات او هتسلمي ريبورتس او كده. لو انت حصل تقصير من اي ديبارتمنت تاني او من اي حد تاني، ده هيكون متوضح عن طريق الايميل، لان انت كل حاجه بتاعتك دوكيومنتد، فهنا اصبح ان انت التاسك بتاعتك لو فيها حاجه ناقصه فهي باين جدا هي ناقصه بناء عن ايه، والكلام ده كله على بعضه متوثق على الايميل. بس انت حددتي الشهر بتاعك كله هيمشي ازاي، وريتي ده للحد اللي انت اصلا اوريدي بترفعي له التاسكات بتاعتك اللي هو المانجر بتاعك، فانت شغلك كله بقى متشاف، انت بقيتي شايفاه واللي فوق بقى شايفه، فاي والتقصير جاي منين ده كمان هيكون متشاف، فده ممكن يوفر عليكي هاسل كتير جدا الوقت والمجهود ممكن يضيع. بس في حاجه برضو عايزه اوضح لحضرتك، ان ايه يعني طبيعه الشغل بتختلف، ان انا مثلا يعني انا مثلا ماسكه مثلا بروجكت موقع بعمله مثلا اوديت وبعمله بحضره الريبورت بتاعه عشان الاقسام يشتغلوا فيه، فمثلا الموقع اللي بيجي لي ده ان انا اشتغل عليه انا لسه مش عارفه ايه المشاكل اللي فيه، هتاخد وقت معايا قد ايه في الاوديت، طب هياخد وقت قد ايه مع الديفلوبر، ان انا اوريدي انا بخش معاه ميتنج اعمل كذا وسوي كذا وهكذا، ببقى متابعه معايا خلاص. طب خلاص تمام. ده جالي مثلا تاسك تاني من بره، انا شغاله على فكره يعني معلم شغاله اس اي ام برده، وشغاله يعني ميديا باير على صغير كده، يعني ايه شغاله كله. طيب يبقى انت لازم تقللي الوقت يا فاطمه بتاع التوصيه، يعني انا ممكن كل 3 ايام اخد ليست اوف تاسك، او اخد كل 3 ايام اعمل بلان لكل يوم، او اعمل بلان قبلها بيوم، يعني انا ما اخدش الحاجه في نفس اليوم واعمل لها ميتنج وكل حاجه في نفس اليوم. فانا المفروض ابقى انا عارف انا بكره رايح عشان اعمل ايه، بعده رايح علشان اعرف انا عارف هعمل ايه، انما ما ينفعش ان انا اخد الحاجه واطبقها في نفس اليوم او انزل بيها في نفس اليوم. عندي مثلا جات لي تاسك معينه ليها علاقه بالاي سي او، خلاص اوكي تمام يا جماعه التاسك دي الديدلاين بتاعها او السكادول بتاعها بكره، انا عمري ما اقدر اشتغلها النهارده ومحدش يديني حاجه وانتظرها في نفس اليوم، لان انا النهارده عندي الحاجه اللي انا رتبتها امبارح وهكذا. فدي مشكله من ضمن المشاكل اللي بتقابلني، ابقى شغاله في حاجه والاقي حد عايز حاجه ضروري والشغل واقف عليها، طب حاضر هسيب في ايدي واقوم داخله في لا لا التاسك لا اللي لا هم عايزينها. لا لا ده ما ينفعش واقف عليها، لا ما ينفعش لازم تستنى لبكره. ما هو بص اقول لك على حاجه، يعني الموضوع معتمد نصه عليك ونصه على بقيه الناس، ولازم تعودي الناس اللي معاكي على ده، يعني الناس اللي معاكي تبقى متعوده على انها
على انها بت 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 بتشارك معاك في نجاح الموضوع او في نجاح الموقف او في نجاح الشغل نفسه. انما ان انا ابتدي اشتغل كده وحد يجي يبوظ لي الدنيا او حد يجي يبوظ لي الشغل، ده مش ده يعني ده مش هيبقى صح. فلازم اعتمد على ان ده يحصل، ان انا ابتدي افولو اب مع الناس وابتدي اظبط الامور على الشيت ده. يا جماعه عندي بلان معينه بتاعت بحطها قبلها بيوم، اللي محتاج اي حاجه لازم تاني يوم، ما ينفعش في نفس اليوم، لان انا عارفين بلاقي نفسي ما عمل، يعني انا مثلا معايا تاسك ما بلاقي نفسي ما عملش التاسك اللي انا اساسني النهارده هشتغله، يعني مع طلبات طبعا كميه الديفلوبرز والكونتنت وكده بلاقي نفسي لا يا جماعه انا ما خلصتش حاجه انت يعني. وبتبقى احيانا طلب من المانجر نفسه يعني خلاص خلصي الحاجه دي للفلان لفلان عشان محتاجينها ضروري، فبلاقي نفسي اللي هو يعني في الاخر لقيت نفسي على نفسي لود عصبي كده ومفيش خلاص ما انتجتش حاجه النهارده كشغلي انا كسي او يعني. ما هو كل يوم هتلاقي كده نفس القصه، فانت لازم تعملي زي ما بقول لك كده، لازم الموضوع يمشي بهذا الطريقه، لازم يبقى فيه دوكيومنتيشن لكل يوم قبلها بيوم وانا عارف بكره هعمل ايه. واحنا بنحط البلان بنعمل حساب ده، بنعمل حساب ان احنا فجأة ممكن نلاقي فيه تاسك طايرة كده راشقة في نص راسنا جاية فجأة، بس ما وبعمل حساب ده. طب ايه اللي هيحصل لو انا عملت حساب ده مثلا ولقيت ان مفيش تاسك جات لي؟ بنقل على التاسك اللي بعدها اللي محطوطة في الشيت بتاعي وهبقى اسمي خلصت تاسك قبل الديدلاين. في تاسك جات لي وانا عاملة لها حسابها هي ما فاجئتنيش، هو البلان والبلان بي انا عامله حساب ده كويس، لان كلنا واحنا في الشغل في تاسكات بتيجي تتحدف علينا مره واحده، ده عادي وطبيعي. بس هي الفكره كلها ان لو ده متشاف على مرأة ومسمع كل الناس اللي انت بتشتغلي معاهم خلاص هو معروف ان فاطمه عندها البلان بتاعتها، مش سهل ان انا بقى اروح احدف عليها اي حاجه، مش سهل انها تقبل انها تشيل شغل من شغلها، مش سهل وخلاص. فما هي واضحه وصريحه والبلان بتاعتها معروفه واحنا شايفينها، هي بتفرق جدا. هو فعلا حضرتك فعلا بتقولي صح، يعني فعلا انا يعني انا لو قلتهم على كده فاللي هو خلاص يعني عرفوا خلاص ان اي تعملي لنا اي حاجه بسرعه اللي احنا عايزينه. ف الشخص اللي بيشيل شيلها مش شيلته ده بيجي على دماغه في الاخر. بالظبط، احنا دايما عندنا بنقول ايه، ما تخشش وده اللي حصل بقى. ايوه ما تحرقش في حرب مش طب بتاعتك. في اي مثلا في اي ابلكيشن مثلا الواحد يقدر ينظم عليها حاجه زي كده؟ في ابلكيشنز كتير، في موندي وفي نوشن وفي الاكسل وفي في 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 كتير يعني، وفي اني داي، لا في كتير. ممكن بس تبقى يعني لو استاذ حضرتك تكتب لي مثلا في الشات اساميهم طيب مثلا. ابعتيه على الشات او في اي او في الميل او في اي حاجه، وانا هكتب لك اساميهم واكتبهم لك. خلاص بسيطه تمام، خلاص. شكرا. اوكي، احنا تقريبا اصلا يعني ما تقابلناش من كتير، مثلا قعدنا كام جمعه كده ما تقابلناش. فيوم ما تقابلنا النهارده وبدانا نرجع تاني بقى المواعيد كل اسبوع، كل يوم جمعه الساعه 9 او 10 علشان خاطر احنا في رمضان، رجعنا تقريبا يعني بشكل كويس، رجعنا بشكل تقيل، رجعنا بيوم جامد جدا بصراحه. احنا دلوقتي بقالنا من الساعه كام دلوقتي، من الساعه 10 بقالنا حوالي داخلين في 3 ساعات او ساعتين ونص وي، فدي حاجه بصراحه كويسه، ويوم بالنسبه لي صراحه بيديني باور لبقيه الاسبوع بصراحه يعني. واللي ما حضرش معانا قبل كده يقدر يرجع لليوتيوب، هيلاقي كل الحاجات اللي فاتت ببلاي ليست كامله بحاجات كامله بشكل ان شاء الله يقدر يفيده. وممكن كمان يسمعوا از بودكاست على البودكاست بتاع سبوتيفاي او على جوجل. واللي محتاج يوصل للقناه ممكن يكتب محمود والليلة هيلاقيه على طول، وده يكتب الاسم ده في اي بلاتفورم هيلاقيني على يوتيوب، على انا بعت الاسم محمود قول ايه، يا اما يكتبوا على يوتيوب، على تيك توك، على السوشيال ميديا ايا كانت، على الويب سايت كمان هيلاقي حاجات كتير. فان شاء الله توصلوا برضو على الميل اللي برضو محمود قول ايه @gmail.
دوت كوم. الاسم ده يعني اي حاجه هتلاقوا الاسم ده، نفس الاسم بنفس السبيلينج اللي انا بعته لكم. فباذن الله باذن الله اشوفكم على خير الجمعه الجايه. يوم سعيد جدا جدا بالنسبه لي، وان شاء الله اشوفكم كل محمود جمعه باذن الله. تمام، اوكي، تسلم يا استاذ محمود، اتفضلي. إيه انت انهيت لان تقريبا دلوقتي عمل ابديت كده ودخلني وطلع تاني في الزوم. إيه انت انهيت الاسئله ولا متاح ان انا اسال على حاجه قبل ما تقفل؟ لا لا تمام، اوكي، اسألي عنيف. طيب تمام. إيه انا هلا سمير، يعني بالتالي انت عارفني، يعني اتكلمنا قبل كده مع بعض. إيه دلوقتي انا عندي مشكله في موضوع الريبورت، ان يعني في شركه عايزاني اعمل لها بس ريبورتات، سواء ريبورتات على انفلونسر، ريبورتات على المنافسين، ريبورتات كده. فهل في تمبلت ثابته لان انا مثلا بوينتس معينه اناقشها علشان اطلع ريبورت في يعني في معلومات تفيد العميل؟ هقول لك على حاجه، لازم تاخدي معلومتين مهمين جدا، المين بوينت بتاعت الريبورت والاوبجيكتيف بتاعته. انتوا دلوقتي عايزين تقرير عن الانفلونسر، اوكي، ليه؟ ده اول سؤال، ليه؟ هتعملوا بقى ايه؟ الاوبجيكتيف ايه؟ تاني حاجه، الريبورت ده عن ايه اصلا؟ انا عايز تقرير عن الانفلونسر او عن ارباح الانفلونسر او عن عدد الانفلونسر او عن الانفلونسر اللي موجود وهكذا، تمام؟ فلازم لازم يبقى متحدد، لازم، تمام. تاني حاجه، لازم يكون الاوبجكتيف، تمام، دي حاجه، حاجات اساسيه، ودي حاجه مهمه جدا، تمام. طيب معلش ممكن توضح لي اكتر بمعنى ايه الاوبجكتيف؟ يعني انا دلوقتي بقول لك انا عايز تقرير، تمام، عن الانفلونسر، فلازم انت تردي لي الموضوع بسؤالين. اول حاجه، طب انت محتاج بالتقرير ده توصل لايه، او ايه القرار اللي تاخده من التقرير ده؟ لازم اعرف الهدف، تمام. دي اول نقطه. تاني نقطه، محتاج النقط ايه، يعني انت ايه النقط اللي انت محتاجها؟ والله انا محتاج اعرف عددهم، اعرف هم موجودين في لوكيشن ايه، عددهم ايه. فالمعلومتين دول اول ما تاخديهم بناء على ده تحط النقط. طب ما هو انا اخدت المعلومه منهم ان هم عايزين انفلونسر علشان لو هيبداهم عندهم اكتر من بروجكت، وهم عايزين مثلا الفود، مثلا الفود انفلونسر مثلا، ممكن نقول اسعارهم ايه، نستفيد بيهم ازاي، الانفلونسر العاديين اللي هم بيعرضوا منتجات او كده، لو جبناهم مثلا في مركز عندنا او كده هنستفيد منهم ازاي كده. فهم قالوا لي ريبورت عن الانفلونسر، الكلمه كانت شامله، ما بصي هقول لك على وخلال حاجة. شغلي انا ما اشتغلت مع انفلونسر، او ان انا اما تطرقت لنقطه ان انا عايزه اجيب انفلونسر لما كنت شغاله في السعوديه، فاللي هو كانت البوينت عندي في حاجه واحده، الانفلونسر ده لما يجي انا هستفيد منه ان هو هيعمل لي ريفيو عن المكان فهيدخل لي متابعين، لكن نقطه ان انا اعمل له ريبورت بشكل بص، هو يعني الموضوع الريبورت اللي حضرتك كان فيه شبيه لجزء الماركت ريسيرش او الماركتنج ريسيرش، ايا كان حاجه من الاثنين. فعشان ده يحصل، احنا لما بنشتغل ماركت ريسيرش او ماركتنج ريسيرش بنبتدي نعرف الاول الاوبجكتيفز ايه اللي موجوده، اللي محطوطه، علشان نقدر نتحرك من خلالها. انما ما امشيش اجمع داتا من اي حته لاي حد من اي مكان وانا مش عارف انا بجمع ده ليه، لان انا هاجي عليا مرحله اعمل فلتريشن، المعلومه دي هتنفع، المعلومه دي مش هتنفع، وبناء على ده ارص الريبورت بتاعي، تمام؟ تمام يعني انا المفروض في ريبورت مثلا اقول له مثلا سي مثلا منى مثلا احمد دي في انفلونسر مثلا مجالها التغذيه او مجالها منتجات علاجيه او مجالها يعني كده، وعدد متابعينها كده وسعرها كده، هو ده تمام الريبورت بالظبط. اللي هو يبقى يعني اه، هو ده. لان دي الاوبجيكتيف اللي هو محتاجها، ان هو محتاج يعرف عددهم ومحتاج يعرف ينفع يشتغلوا معاه ولا لا وهكذا، تمام. طيب تمام. هل دي مثلا بتحتاج ان انا اعمل لها مثلا ويكلي او مانثلي ريبورت، ولا هي يعني اونلي وان بس؟ لا، انت بتعمليها، ووقت ما هو يحتاج تاني بتعمليها له مره تانيه، تمام. وممكن تعملي فولو على الكلام ده باللينكس اللي انت جبتي ابديت منها، يعني. وتبتدي تتابع الابديتس بس، طيب تمام. هل في، انا دلوقتي عايشة في مصر والشغل هيبقى للشركة في السعودية، هل في مثلا حاجة تعرفني الانفلونسر اللي في السعودية مثلا مين او كده، لان طبعا كل دولة ليها الانفلونسر بتاعها. في ويب سايتس وفي اكستنشنز بتعرف ده، ممكن على نفس الميل اللي انا بعته تبعتي لي بس السؤال ده،
او ايه التولز يعني وكده، وانا ابعتهم لك دايركت. انا بعت الميل تاني. طيب هو ممكن يعني ممكن برضو حضرتك تبعت لي نفس الحاجة دي، او ابعت لك الميل وتبعت لي نفس النقطة دي. انا بعت على بعت الميل اهو، وانا بعت لك اي حد عنده سؤال في اي موضوع في اي حاجه ممكن يبعت على الميل، او يبعت كمان طيب على الميل بتاع ماركتنج منتور وبرضه هرد عليه. طيب تمام. في نقطة تانية، طبعا احنا عارفين ان جوجل ادس ان احنا نطلع منها منافسين، بس دي طبعا هتجيب لي المنافسين في مصر. يعني انا دلوقتي لما يعني استخدمت التول دي جاب لي المنافسين في الشركات المنافسة في مجالي او في لا انا ممكن اللوكيشن بتاعي، لا ممكن ازاي في اجيب جوجل، المنافسين بره؟ لا ممكن اجيبها من على جوجل عادي جدا، من جوجل اد ممكن اجيبها، ان انا اجيب اللينك نفسه وابتدي اشتغل عليه، وابتدي ان انا اديله اللينك ويجيب لي الكيوردز اللي بيشتغل عليها والحاجات اللي بيشتغل عليها، او ممكن ان انا اجمع على حسب اللوكيشن وابتدي اعمل تغيير في اللوكيشن، وممكن استخدم فيها جوجل ترند. لو انا جيت على جوجل ترند وبدات ان انا اشوف الناس بتتكلم عن ايه وابتدي اجيب ده، وممكن كمان من خلال جوجل سيرش اغير في السيرش سيتنج الريزلت بتاعت انهي دوله واجيب المواقع دي. يعني كل في تولز كتير، يعني في طرق مختلفه ممكن نعمل عنها يوم كامل، ازاي اطلع ريسيرش الحاجات اللي انا محتاجها، او يعني هاو تو ريسيرش يعني. طيب تمام. هو يعني حضرتك قلت لي التول، هل لما انا يعني انت قلت لي مثلا في جوجل ادز ان انا هدخل واحط الويب سايت مثلا بتاعهم، افرض هم ما لهمش ويب سايت مثلا، لو انا عايزه مثلا هيبقى فيه لهم اعلان او كده، او انا عايزه اعرف اصلا مين المنافسين. يعني مثلا لو في مطعم البيك مثلا، انا عايزه اعرف مين المنافسين بتاع البيك، فانا هعرفها ديت من جوجل ادز ازاي؟ لا انا بعرف مين المنافسين، مين الناس اللي بتبيع نفس المنتجات بتاعته، هو اوريدي منافس ليه، سواء منافس دايركت او ان دايركت، منافس مباشر او غير مباشر. يعني البيك بيبيع فراخ، فممكن يكون في محل تاني بيبيع فراخ فده منافس دايركت ليه، ممكن يكون في محل تاني بيبيع لحوم زي برجر كينج مثلا فده منافس ليه بس غير مباشر. فالمنافس بناء على ايه؟ هحدده بناء على ان ده مكان او شخص او شركة بياخد العملاء اللي انا بستهدفهم ليه هو، ما دام بيتخانق معايا على نفس العملاء يبقى ده منافس. طيب الستيبس دي بقى، هو حضرتك ممكن توضحها لنا ولا صعب ان تقولها لنا بص اقول النهارده؟ لك على حاجه، ممكن تحطي الحاجات دي في المين بوينت بتاعت الايميل وانا هنسقها معاكي وابعتها لك، او نظبط عليها ميتنج او ندخل فيها لايف. طيب تمام، لان هو تقريبا اصلا كل اسئلتي خاصه بالريسيرش، سواء منافسين او ترندات او انفلونسر او المناسبات العامه بتاعتهم، فكلها ريسيرش. طيب طيب حددها في ميل، حددها في ميل وبعتيها لي. هحددها في ميل. طيب تمام اوكي ماشي ماشي، شكرا. اسمحوا عفوا. طيب تمام خلاص، خلينا يعني ان شاء الله اشوفكم باذن الله الجمعه الجايه، ونحدد على اساس ده كمان الطابق بتاع المره الجايه هيكون عن ايه. وبصراحة اليوم النهاردة كان رائع، يعني إن شاء الله أشوفكم على خير، وشكرا ليكم كلكم، ويا رب دايما بالتوفيق لكل الناس يعني. شكرا جدا ليك.